ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني قوي قوي قوي. بمناسبة فصل الشتاء طبعا التخن المفاجئ او التخن السريع ده كلنا بنستغرب منه. فجأة جسمي انا رفيع فجأة تخن ازاي وانا ما باكلش وما بعملش؟ في حاجات جسمي كده بيدي اشارة ليها، في كذا سبب والاسباب دي هتكلم النهاردة عليها في الفيديو عشان انت تاخدي بالك انت بتعملي او بتعمليش. عشان الكلام ده مش ليكوا بس، ده ليا انا كمان، لان انا بتخن في الشتاء بسرعة جدا وده بيضايقني جدا. اخر ما زهقت بروح لدكتور 1 2 3 ايه سبب الوزن الزيادة؟ انا النهارده جاي اقول لكم عليه في الفيديو. فيلا بينا نعمل بقى لايك للفيديو واشتراك بالقناه وفعل الجرس عشان يوصلنا اي فيديو جديد، ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه الدكتور قال لي عليها كسور في الغده الدرقيه. الغده الدرقيه دي المسؤوله عن الخساسين او كمان التخن، يعني لو بطلت تشتغل هنتخن، ولو اشتغلت زياده عن اللزوم بتعلي طبعا الحرق بسرعه جدا جدا جدا. تاني حاجه بقى ركزوا في المعلومه دي كويس قوي، من الساعه 5 الصبح ل 5 المغرب جسمك بيحرق كويس قوي، بعد كده انت بتعملي زياده وزن خلاص. يعني لو انت اكلتي الساعه 10 الساعه 11 جسمك بيحرق الاكل اللي انت اكلتيه. والدكتور قال لي وجبه الفطار اهم حاجه، وجبه الغداء ممكن نهمل فيها، وجبه العشاء مش مهم ممكن تقضيها فاكهه، بس وجبه الفطار دي اهم حاجه. كل زي ما انت عايزه في وجبه الفطار، لان دي اللي هتبقي طول اليوم ماشيه على اساسها. وحاولي تظبطي طبعا نومك، النوم مهم جدا يا بنات. اي اكل في الدنيا اكلتيه ونمتي هتتخني. ثلاثة بقى الجفاف، 30% من زيادة الوزن قلة المية. رقم 4 الإجهاد. يعني ايه الاجهاد؟ يعني انت بتعملي حاجات فوق طاقتك. طبعا نسبه الانسولين بتعلى، طبعا كميه السكر قليله، فبتحتاجي طبعا تعملي ايه؟ تحتاجي تاكلي، انت حاسه بجوع فبتاكلي اضعاف الكميه المفروض. لو انت بتعملي حاجه او عندك شغل بدني جسمانيا يعني لازم تعمليه، اعمليه على فترات مش مره واحده. تاكلي كتير قوي بعد ما تخلصي تحسي بالجوع جامد قوي، تبتدي تاكلي كتير قوي قوي قوي، وده بصراحه بيؤدي لزياده الوزن، فاحنا لازم نلاحظ نفسنا. رقم 5 الملح. الملح بيسبب احتباس الميه في الجسم، فبيسبب طبعا انك عندك زياده في الوزن، ما بتقفي على الميزان. فحاولي على قد ما تقدري، الناس اللي بتحب المخلل وبتحب الحاجات دي نقللها شويه في الشتاء كده، يعني ناخد بسيط كده في الصيف تمام. انت بتشربي ميه كتير غصب عنك لانك عطشانه، فالميه بتخرج من جسمك، والملح كمان يعني هيبتدي يخرج من جسمك لانك بتشربي ميه كتير. في الشتاء لا، في الشتاء الموضوع بيبقى مرهق شويه لان احنا ما بنشربش ميه كتير، فده غصب عننا، او حتى احنا ما بنحسش بالعطش زي الصيف. فناخد بالنا قوي من الحاجات الصغيره دي، بجد بتفرق جدا في يومك. او حبوب منع الحمل، حبوب منع الحمل بتعمل ايه؟ بتزود 2 كيلو فوق الطبيعي. لازم اي ست متجوزه لازم تاخد بالها كويس قوي هي بتاخد الحبوب دي، وتسال الدكتور بتاعها خن قد ايه دي بتزود وزنها قد ايه، طب مفيش حاجه بديله عندي، وتلاقي نفسك وزنك زاد جدا جدا. الحبوب بتاعت منع الحمل انها بتخزن الميه تحت. سوء التغذيه، يعني ايه سوء التغذيه؟ مش معناه انك تبطلي اكل ما تاكليش، لا بتاكلي في مواعيد مختلفه، يعني تقعدي طول اليوم ما تاكليش وتاكلي بالليل، او العكس، او تقعدي مثلا طول اليوم ما تاكليش وتاكلي الصبح بس، دي اسمها سوء تغذيه. لازم الاكل بتاعك يخش على مراحل في الجسم، يعني انت بتاكلي مش عايزه تاكلي كتير عشان الاكل كتير بالنسبه لك بيتعبك وعايزه تخسي بسرعه، قسمي وجباتك لخمسه او ست وجبات. لكم حاجه الدكتور قالها لي، قال لي لما جسمك يجوع اول اكل الدهون الخليه بتبقى جعانه، فاي اكل بيخش لها بيحبس الاكل ده في الدهون فما يخرجش، لانها بالنسبه لها ده الطاقه لانك هتجوعي بعد كده. لما تعودي جسمك على الجوع بالتالي هيحصل ايه؟ الدهون مش هتروح، الدهون بالعكس لو بيحتفظ بيها وبيحتفظ بالميه وبيحتفظ بالحاجات دي تبقى اسمها دهون عنيده صعب جدا خروجها. اخر حاجه دي بقولها لنفسي قبل ما اقولها لكم، اخر حاجه دي بقولها لنفسي لان طبعا الدكتور لما سالته عن الموضوع قال لي لازم تتحركي، الحركه بركه، دي فعلا الحقيقه. القعده فتره طويله بتساعد ان جسمك ما يحرقش، ما يبتديش يتحرك، يخزن الدهون في مناطق انت مش عايزاها زي البطن والجلاب وكمان الفخاد والارداف والحاجات دي كلها. فلازم نتحرك، اعملي حركه بسيطه، يعني افضلي رايحه جايه يمين شمال، اعملي 10 دقائق، يعني 10 دقائق مشي بعد شهر بيقول لي الدكتور شوفي النتيجه بتاعتها شكلها ايه. يعني انت بتظبطي اكلك، ما بتتعشيش، بتفطري وتتغدي بس، وتمشي 10 دقائق كل يوم على معده فاضيه. اتفرجي على نفسك بعد شهر مفيش دهون في بطنك خالص، حاجه مش حلوه خالص خالص خالص، ده تعب نفسي وتعب جسدي، وبتبقي مش طايقه كل حاجه حواليكي، واي لبس نفسك فيه ما بتعرفيش تجيبيه لان انا حاسه ان وزني زايد. وفي بنات وزنهم حلو جدا 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 ويطلع لهم
بطن كده صغيره في الشتاء، فدي حاجه بتضايقنا كلنا، لان انا شخصيا من البنات دي الاقي بطني وجناب، دي حاجه بتضايقني موت، فلازم ابطل حاجات كتير عشان ارجع زي ما كنت. فلازم ناخد بالنا من كل التفاصيل دي. واشوفكم بقى على خير في الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، فعل الجرس عشان يوصل لنا اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.